السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نحضر معكم واحد الكيكه ديال الشوكولا اللي كتجي رائعه، حشيشه ومعلكه. تابعوا معايا البنات المقادير وطريقه التحضير. في هذه الكيكه البنات غادي نحتاجوا كاس نتاع الزيت، جوج كيسان ديال سنيدة، الكاس ديال الشيكولا غبرة، ثلاثة ديال البيضات، جوج خميرات حمر، الخميرة نتاع المغرب، الخميرة نتاع هنا راه وحدة نتاع اسبانيا تساوي جوج نتاع المغرب. المهم غادي ندير غير انا غير وحدة، ولكن اللي غادي تستعمل الخميرة نتاع المغرب دير جوج، وزوج كيسان ديال الدقيق، وغادي نحتاجو زوج كيسان ديال الماء. تبعوا معايا البنات. ناخذ اي كاسرونه عندها كبيره شويه باش ما يفيضناش، غادي نوجدوا السيرو، غادي نديروا داك الكاس تاع الزيت، كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال سنيده، كاس ديال كاوبيل لاش اي شيكولا غبره، كاس ديال الشيكولا غبرة، وغادي نضيفو زوج كيسان ديال الماء. الكاس الاول غادي نضيف كاس اخر، غادي نشعلو عليها على نار مهيلة، نخلطوهم مزيان باش نخلطو داك زوج كيسان تاع الماء، كاس تاع الزيت، زوج كيسان تاع سنيده، والكاس تاع الشوكولا غبره. هنايا البنات محد هي تطبخ، حنا كنحركوها هكا باش ما تفيضش لينا. نقصوا لها العافيه ونخليوها هذا. نخليوها بحال هكا واحد 5 دقائق على ما ترجع الناس تسيروا. وهنايا البنات من بعد ما تفينا عليها غادي نخليوها تبرد واحد شويه باش من نهرسوا فيه البيض داك البيض ما يطيبش، راكو عارفين البيض فيه الساكه يطيب، نخليوه يبرد عادوا ونهرسوا فيه البيض. وهنايا البنات من بعد ما برد داك الخليط غادي نقصوا واحد الكاس، الكاس هذا نخليوه جانبا ما غاديش نديروه، نخليوه بوحدو هذا، والخليط اللي باقي نهرسوا فيه البيض. عندنا ثلاثة البيضات، خليو البنات الخليط الاول حتى يبرد باش ما يطيبش البيض من نهرسو فيه. اوكي البنات نخلطوه مزيان ونضيفو طحين، عندنا جوج كيسان تاع الطحين، كاس الاول، نضيفو الخميرة، بعد ما خلطنا مزيان الكاس الأول غادي نضيفو الكاس الزاوج، نضيفو شوية شوية على حسب الخليط، راه كاين الطحين اللي كيتشرب. البنات الا بغيتو تزيدو واحد نص معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان هي كتجي فيها زينه، ولكن ماشي ضروري، كتجي زينه مع الشوكولا.
بعد ما خلطته مزيان ها هو الشكل ديالو تاع الخليط. درنا فيه جوج كيسان تاع الطحين. في الاخير غادي نضيف واحد معلقه صغيره ديال الخل. الخل اللي البنات كيجي زين في الكيكه كيخليها تطلع. غادي نجيب هذا المول هذا اللي كيتحل بعد ما دهنته بالزيت ولا الزبده ورشيته بالدقيق. غادي نكب فيه الخليط هي البنات غادي ندخلوها للفران تطيب مزيان. ها هي الكيكه ديالنا من بعد ما طابت وجبدناها من الفران. ها هي كتجي هشيشه وكتجي رطبه. غادي نثقبوها البنات بكوردون ولا سفود ولا اللي كاين عندكم. نثقبوها مزيان هكا باش نسقيوها بهاد الكاس اللي كان حيدنا بالسيرو اللي طيبنا. خص تكون سخونه، اما الكيكه تكون سخونه والسيرو يكون بارد ولا الكيكه تكون بارده ويكون السيرو سخون باش تشربوا. هاد الكيكه البنات راه كتجي رائعه، كتجي زوينه، كتجي هشيشه ومعلكه لداخل. هي البنات من بعد ما سقيتها راه شربت كاع داك لاصوص، وكيبقى التزيين على حساب الاختيار. انا غادي ندير عليها القرقع هكا. كنتمنى البنات تجربوها راه كتجي رائعه. وهي البنات الكيكه ديالنا في الاخير من بعد ما زينتها بالقرقع كتجي البنات معلكه وهشيشه لداخل. شفتوا كتجي معسله. كنتمنى البنات تجربوها وغادي تعجب لكم. وفي نهايه هذا الفيديو كنقول لكم بالسلامه عليكم وتهلاو في ريوسكم، ونتلاقى في شي فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.